على شو عم تطلعي؟ خالتي بدي البس مثلك. اذا بدك تعي حطي هالزينه. هلا عقد كتير لابق لك. خالتي عن جد انت كتير حلوه، عن جد عم احكي. هلا النقطه اللي عجبينك اشاره زواج، كتير طالعه حلوه عليكي خالتي. عن جد يعني انا فيني احط وحده مثلها؟ فيكي تحطي، بس بنتي مو هلا. بتحطيها بس بعد ما تتزوجي، بس لا تخافي انتي اكيد رح تتزوجي عن قلب. سوما شو عملتي يا مجنونة؟ أنا بس كنت حابة أشوف كيف بتطلع الوحدة لما بتتزوج. يا بنت لساتك صغيرة. لا أنا مالي صغيرة، بعدين عم أكبر وصرت بسن الزواج كمان. على فكرة ما في شي بضحك بدل ما أنتي توقفي معي. كلها كم يوم وبيوصل أميري. عن جد؟ طيب تعي لهون يا بنت، هاتي لأشوف مين هو أميرك. قلك مين؟ اسمه مادار. هو نفسه اللي إجا اليوم أخذ أبي على المشفى لأنه عنده حالة إسعاف. بس أنا ملتقية فيه من قبل ببات نامي وقت رحت على بيت مانجو. هو شاب كتير لطيف وحبي إله هو اللي جابه لعنا. تعرفي شغلة خالتي، أنا من أول نظرة حبيته وحسيت إنه هو كمان حبني. سوما بنتي لساتك ما بتعرفي شي عن الحب، بس تكبري بتحبي. خالتي هلأ الحب حرام شي؟ بس هذا مو حب حبيبتي، هاي مراهقة وطيش. بس لتوعي شوي ويجي الوقت المناسب بتلاقي أميرك عم يستناكي حبيبتي. خالتي بس هاي مو مرحلة طيش. صدقيني لما أنا التقيت بمادار أول مرة حسيت شعور غريب وقررت ما أتزوج غيره وما رح أتراجع عن قراري. أنا بحبه كتير وما رح أتراجع.